صباح الخير، صباح الخير. زوم، سامعيني يا جماعة؟ زوم، رحمن مين أنت؟ أميرة؟ صباح الخير. طيب يا جماعة، احنا طبعا عرفتوا انت امتحانكم يوم الخميس اي ساعة؟ 6 للـ7. طب اسمعكم، دير بالكم كم دقيقة اعطوكم؟ نص ساعة بس خلالهم. بتدخل خلال الساعة، نص ساعة الامتحان. كم جملة؟ 20. 20 جملة. الامتحان ترو فولس ومالتيبل تشويس. لا نص ساعة. لا نص ساعة بتوقع. خلال الساعة بتدخل، يعني اذا بتدخل 6 وربع، 7 الا ربع لازم ايش؟ لازم تخلص. يس. بس مدة الامتحان كم؟ ساعة. الامتحان انا بفترض 20% منكم راح يكون سهل. اكيد انت اذا بدكش تجيب علامة منيحة كان حطها على الفيسبوك علامتك، ولا لا؟ لو ننتظر بعلامتك، لانه كل الطلاب بيقولوا بدنا نشوف علامة ميس. هيك الطلاب يسألوا، لا اعتقد يا جماعه علامة الامتحان سهل. الامتحان سهل لنسبه كبيره منه. لازم يكون الامتحان سهل. طبعا الامتحان مترجم 20 جمله، بتوقع نص بنص، يعني 10 مالتيبل تشويس و10 ايش؟ ترو فولس. خلي اجابتك حدثك الاول، ادركش متردد. يعني طبعا اكيد في جمل راح تكون انت ايش؟ فاهمها بسرعه تجاوب، وفي جمل ممكن ايش؟ تفكر فيها وتتردد. خلي حدثك الاول، يعني ما تضيع وقت كثير، ولا لا؟ ودير بالك على الوقت، وجاوب العشرين جملة، لأنه هذا مهم. طيب أنا أكيد راح أشوفكم برضو يوم الثلاثاء، لأنه امتحان الخميس. إحنا وصلنا إلى أسئلة الدراسة في البحث الكمي. أسئلة الدراسة في البحث الكمي، في عندنا 3 أسئلة، في عندنا 3 أنواع أسئلة في البحث الكمي. في عندنا ديسكريبتيف، ريليشن شيب، وكومباريزن. ما معنى ديسكريبتيف؟ سؤال الوصفي. منطقيا السؤال الوصفي شو اهم ميزه فيه؟ شو اسمك؟ ايه، شو اهم ميزه بالسؤال الوصفي؟ كيف ببلش؟ لما بدك تصف شيء، شو طبيعه السؤال اللي بتساله؟ لا وات، يس وات. هلا هاو ما في مشكله، بس بتكون درجه ثانيه. فجنرال السؤال الوصفي وي ستارت وذ وات، ماذا؟ والسؤال الكمي كنا وي ستارت وذ ايش؟ بدنا نفهم الاسباب. ماذا يقابل وقت في البحث الكمي؟ واي، يس، لانه كوز افكت. انا بدي افهم، انا بدي افهم يعني هذا فهم. فسؤال البحث فالديسكربتيف ريسيرش كويشن وي ستارت وذ وات اور هاو، بس انا برجح اكثر ايش؟ وات. انا برجح وات. شو ميزته الاخرى عاده؟ طبعا انت بكون في عندنا عينه للسؤال الوصفي، هي انواع البحث الكمي. في سامبل، اكيد في سامبل، يس. وي ستارت وذ وات اور هاو. اوكي، شو اداه جمع المعلومه برايكم راح تكون؟ التول. ما دام عندنا عينه، شو راح تكون التول؟ الاستبانه 100%، الكوشنير. الكوشنير بالهذا. بس في ميزه اخرى للبحث، في ميزه اخرى للسؤال الوصفي اللي ببلش في وات اور هاو. شو الميزه الاخرى يا فرحات؟ شو الميزه الاخرى للبحث الكمي للسؤال الوصفي قصدي؟ ايش؟ ايش يا ميس؟ مش فاهم. ما مش فاهم. بيحكوا عن النظرة الخاصة فيهم؟ لا، عادة السؤال، سؤال البحث الكمي شو مكوناته؟ أخذناهن. شو أهم مكون في البحث، في سؤال البحث الكمي؟ أنت بدك تثير سؤال، شو ماذا يتضمن؟ إيش؟
بس ماذا يتضمن سؤال البحث الكمي يا جماعة؟ إنه بيكون في متغيرات. 100%. أهم شيء المتغيرات يا منصور. سؤال البحث الكمي أهم شيء في المتغيرات. طب هون شو ميزة السؤال الوصفي؟ إنه بيكون متغير واحد. أحسنت يا رام، ممتاز، هي مبينة. بكون عندنا بس متغير واحد، إما متغير مستقل أو تابع أو انترفيني. في الكثير من الحالات السؤال الوصفي شو بكون المتغير؟ شو بكون المتغير نوعه في السؤال الوصفي؟ تابع. بكون المتغير تابع. شوف المثال اللي معطينا اياه، اقرأي لنا المثال يا عمري. تحت الأزرق. هلا لحمة، صباح الخير. How to ask How frequently do African Americans feel isolated on college compared? isolated? How frequently do African Americans feel isolated on the college campus? كم متغير هون بهذا السؤال؟ متغير واحد شو هو؟ اللي هو شعور الأمريكيين الأفارقة بالعزلة في شعور خارج بالعزلة. الجامعات. شعور بالعزلة. قديش الأفريكان أمريكان بشعروا في العزلة لما يروحوا على الجامعة؟ برأيكم feeling isolated تابع ولا مستقل؟ ليش؟ لا هو تابع. لو قلنا لكم لما نحط متغير مستقل شو بكون المتغير المستقل؟ لو اجتهدنا وحطينا متغير مستقل بقول لك ممكن نحكي الافريكان عشان لون امريكان بشرتهم، ايش؟ لون البشرة مثلا كلما زاد لون البشرة السواد بتزيد عزلة الأمريكيين الأفارقة. انا بقول كالتالي، كلما زاد التمييز العنصري شو بصير بالناس؟ ينعزل. بتزيد العزلة. كل ما كان هناك racial discrimination، لانه خلص عصر يعشفوا اسود صاروا ما يزددوا، فشو بيسوي هو؟ ينعزل او بصير يحكي مع مين؟ مع الطلاب السوء. لاحظ هون، وبالتالي الشعور التمييز العنصري هو المستقل يقود الى العزل. فدائما سؤال البحث الوصفي الديسكريبتيف ريسيرش كويشن دائما بيكون التركيز. طبعا اذا اجتك جمله، اذا اجتك جمله ان ديسكريبتيف ريسيرش كويشن ذير اولويز بي ان اندبندنت فاريبل، ذير اولويز بي ديبندنت فاريبل، صح ولا غلط؟ لا غلط، مش اولويز. كنا احنا ايش؟ في اغلب الحالات هو ممكن يكون مستقل او تابع او انترفينينج، لكن في اغلب الحالات شو بكون؟ تابع، بس مش اولويز، مش دائما. اوكي، فالفيلينج اوف ايزوليشن بيجي كردة. اهم شيء انه ببلش في وات او هاو، وات او هاو. الشيء الثاني بيكون عاده متغير واحد فيه، والمتغير هذا الواحد بميل انه بكون ايش؟ تابع، بس not in all cases. اوكي، هلا الريليشن شيب كويشن، ليه سماه ريليشن شيب كويشن يا منصور؟ ريليشن شيب بتوين وات؟ منطق، ايش؟ مش فاهم. ريليشن شيب، وكنا السؤال شو في السؤال؟ حكينا في متغيرين، وهون بيكون في عنا علاقة. العلاقة بين متغيرين أو أكثر. العلاقة بين متغيرين، إذا الريليشن شيب سؤال علاقاتي لأنه يربط بين متغيرين أو أكثر. في عندنا متغير تابع، وفي عندنا إيش؟ وفي عندنا متغير مستقل. شوف السؤال اللي معطيك إياه. How do feeling of isolation relate to the ethnic identity of African American in the United States؟ قديش الشعور بالعزلة؟ لاحظ هون الشعور بالعزلة شو أجا هون يا عمري؟ شو نوع المتغير؟ في عنا تابع ومستقل. سؤالي واضح، بالسؤال اللي أمامكم هذا شو الفيلينج اوف ايزوليشن، متغير ايش هذا؟ تابع حرام عليك، شو عكس تابع؟ مستقل. ليش هذا مستقل؟ شو المعادلة اللي اخذناها؟
ليش هذا مستقل؟ هاو دو، بفوتوا على النت، ما عندك الماده ولا مش ولا انا ما اعطيتهاش وما اعطيتكم شيء. انا ما نزلتهاش. بالحق على منصور، لازم ذكرتني. ليش هذا متغير مستقل؟ لأنه مشاعر عزلة. لا شوي How do feeling of isolation relate to the ethnic identity of African Americans in the United States؟ معادلة سهلة يا جماعة وحكيت لكم إياها. شو المعادلة هون؟ شمس في ريحات موجودة ولا لا؟ أفنان موجودة؟ موجود، نعم. أبو الرب شو رأيك؟ ليش feeling of isolation is an independent variable؟ طبعا المثال اللي قبل شو كانت الـ feeling of isolation؟ dependent. لا لا، حسب ليش هون صارت independent؟ لأنه فيها كلمة إفكت. لا أكيد غلط يا عمري. يا جماعة لما كنا بدنا نركب السؤال، بدنا نركب السؤال يتضمن المتغيرات في السؤال نفسه، مين بيجي قبل؟ مين بيجي أول؟ المستقل. فهي أجا أول. المتغير المستقل داخل البيربس ستيتمنت والفرضية والسؤال بيجي قبل التابع. إذا في متغيرين طبعا، أوكي؟ ففيلينج أوف أيزوليشن إز أن إندبندنت فاري. أوكي فاهمين يا جماعة اللي معي على الأونلاين؟ هلا في عندنا كومباراتيف أو كومبارزن كويشن. ما معنى كومباراتيف؟ مقارن، سؤال مقارن. شو ميزة السؤال المقارن يا جماعة؟ شو أهم ميزة فيه؟ بقارن بين إيش؟ لا بربط هناك الريليشن شيب بتوين فاريبلز. طب هون الكومباراتيف بتوين وات؟ ايش؟ يس جروبس، يربط يقارن بين مجموعتين. Why boys are better than girls in athletics؟ ليش الاولاد افضل من البنات في العاب الكورة؟ Two groups. Or why girls are better than boys in drawing؟ ليش البنات افضل من الاولاد في ايش؟ في الرسم. Groups. إذا في الـ comparative research question we compare between two or more groups. في الـ relational question we measure the relationship between two or more variables. Okay. قرأنا المثال عمر اللي تحت. الأزرق. How do African Americans and Europe Americans compare in the prediction of ethnic identity? يا الله identity. ليش أيوه. طيب ليش هذا السؤال comparative؟ ليش هذا السؤال comparative؟ ايش شو هم؟ في عندنا تو جروبس، يس. شو هم؟ الافريكان امريكان واليوروبيان امريكانز، يعني الامريكان من اصل اوروبي البيض والامريكان من اصل افريقي ايش؟ السود. هاي التو جروبس. Their perception of ethnic identity. كم متغير عندنا في هذا السؤال الكومباراتيف؟ متغير واحد. الإثنيك ايدنتيتي. وبرضه هون إذا كان متغير واحد أنا بميل بكون إيش؟ تابع. But not always. يعني إذا بتجيك عبارة in some cases the comparative research question the variable is dependent. شو الجملة؟ صح. دكتور يس هون في عنا متغير واحد ولا اثنين؟ وين هن؟ وين اثنين؟ كيف يقارن الأمريكيون الأفارقة والأمريكيون الأوروبيون؟ يعني احنا في عنا هون حرام عليك، جروبين. هذول متغيرات الافريكان امريكان واليورو امريكان. يعني قاعد بنشرح يا عمري، هذول متغيرات ولا جروبس؟ جروبات. طب كيف هذول نفرق جروبس. بينهن؟ ايش؟ كيف نفرق بينهن؟ هي موجودات، وواحد بيقول لك امريكي من اصل اوروبا وامريكي من اصل افريقيا، شو بتفرق بينهم؟ قصدي بين المتغيرات والجروبات.
الجروب بدك شيء بيعرفش تميز بين الجروب والمتغير؟ معقول ولا لا؟ الجروبات هم البشر ولا لا؟ والمتغيرات هي مين؟ كلمات. اللي بتأثر. تمام. الجروبات الجروبس معناها البشر، شوفي وين البشر؟ ماني قاعد انا بقول why boys are much better than girls in athletics. مظبوط ولا لا؟ شو الجروب هو؟ الاولاد والبنات. وشو المتغيرات؟ لعب العاب الكور باينه ولا لا؟ يعني ما بدها اهم شيء يكون عندنا القدره انه في الريليشن شيب كويشن احنا بنجيب متغيرين او اكثر، ومين بيكون اول في السؤال؟ المستقل. في الكومباراتيف في عندنا تو اور مور جروبس، وبكون عندنا ايش؟ متغير واحد. ان ماني كيسز بكون ديبند. اوكي طبعا. هلا بنيجي للفرضيه، يعني اخر جزئيه في البحث الكمي اللي هي الفرضيه. ليش الفرضيه مهمه؟ الفرضيه عاده بتكون شبيهه ايش؟ بالسؤال الدراسي. يعني اقرب شيء على الفرضيه في البحث الكمي هو السؤال. اذا ما بدكش فرضيه، شو بديل الفرضيه؟ السؤال. اوكي. وعاده الفرضيه شو بنعرفها؟ بريدكشن. ما معنى بريدكشن؟ تنبؤ. لانه فرضيه بنعرفش. انا بقول لاولاد افضل من البنات في امتحان المات، بس ما بعرف، بنشوف، نوزع الاستبانه ونشوف، بنشوف العلامات. اوكي. فهي قريبه على السؤال الدراسي، هي قريبه عن انها تكون شكل من اشكال، يعني عاده، يعني عاده التنبؤ. بس شو الفرق بينها وبين السؤال حسب السلايد الموجوده هون؟ يا شو الفرق بين الفرضية والسؤال؟ ريان عطاطري شو رأيك؟ ريان موجودة؟ فاطمة نواهضة؟ شو الفرق؟ شو هي؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ شو الفرق بين السؤال والفرضية؟ السؤال بتوصف متغير واحد بس الفرضيات ما بتوصف. 100% لازم الفرضية شو يكون فيها؟ متغيرين. أما السؤال يمكن أن يتضمن إيش؟ متغير واحد. أوكي؟ السؤال يمكن أن يتضمن متغير واحد، جبنا أمثلة وسياقات، لكن الفرضية يجب أن تتضمن إيش؟ two or more variables، وهي شكل من أشكال إيش؟ وهي شكل من أشكال البريدكشن اللي إحنا عادة بهذا الشيء. لاحظ المثال اللي معطيكم إياه. The more students feel alienated, the more likely to carry weapons. كلما شعر الطلاب بالاغتراب كلما كان هناك امكانيات اكبر لحمل السلاح. طبعا هذا السياق ايش؟ المجتمعات ايش؟ الامريكي مش عندنا. كلما شعر الطلاب بالاغتراب انه انا غريب بالمكان، انه انا مميزه، شو بصير امكانيات ايش؟ حمل السلاح. شو المتغير المستقل يا مجزور؟ حرام عليك. اغتراب مهم على فكرة، مش لاحظ ضبطي. أنا خايف هيك. كلما شعرت بالاغتراب بتزيد فرص إنه إيش؟ أحمل سلاح. إذا شو السبب الرئيسي لحمل السلاح؟ هو الاغتراب. وكنا الاغتراب بكون الكوز، حمل السلاح شو بكون؟ الإفكت. أوكي؟ نفس الشيء بالفرضية، مين بيجي قبل بالفرضية، المستقل ولا التابع؟ المستقل. هذول تذكروهم يا جماعة، هذول خطوط عريضة، يعني بدهنش دراسة. ان شاء الله يجين، بعرفش هذا. اوكي طبعا في هناك شويه جايد لاينز لكتابه الفرضيه. خلينا نشوف شو معايير كتابه الفرضيه. فان المعيار الاول يا عمري، Is that the variable in this order independent one position dependent to control th thread?
إذا أول شيء ماذا تتضمن الفرضية؟ المتغيرات، كيف يجي ترتيبهم؟ المستقل، التابع، الأول إذا في متغير ثاني. أول شيء يجب أن تتضمن الفرضية متغيرات، مين بيجي قبل؟ المستقل ثم التابع، بعدين إذا في متغيرات. هذا أول معيار. المعيار الثاني If the groups are compared exactly state the groups. إذا في جروبس لازم نضمن الفرضية للجروبس. ولا لا؟ يعني إذا أنت بدك تركز على مجموعتين أو أكثر، ولا لا؟ ممكن تقول كالتالي: Boys are much better than girls in athletics. هي حددت المجموعتين. أنا بقول الأولاد أفضل الأولاد في ألعاب الكورة. فإذا ما فيش عندك متغيرات وفي عندك جروبس، أيضا لازم تذكر إيش؟ التو جروبس. يس. Three. If variables are related specifically the relationship among the variables. حذاري حط تصيغ الفرضيه والمتغيرات ما لهمش علاقه، لما تصيغ الفرضيه بالمتغيرات تحاول ايش؟ توجد علاقه بين كلما زاد الذكاء كلما زاد التحصيل الاكاديمي. اوكي؟ كلما زاد الذكاء كلما زاد، فانت لما تحط الفرض الفاريبلز انسايد ذا هايبوثيسيس لينك ذيم، معناه لينك ذيم اربطهم ببعض. ما تخلي كل واحد يرقص لحاله، هاي فرقه. يس. Next. Make a prediction about change you expect in your groups, such as less or more variable or no changes. شو يعني هي ما فهمتهاش عمر، شو فهمتي منها؟ Make a prediction about changes. يعني اعمل تنبؤات بالتغيرات اللي بتتوقعها في مجموعتك. من عارف بس كيف؟ آه. كيف بدي أعمل تنبؤات؟ What does it mean؟ كيف انا بدي اعمل تنبؤات او تغييرات؟ لما اقول يا جماعه الاولاد افضل من البنات، هذا شو يعتبر؟ هذا تنبؤ. او البنات افضل من الاولاد، او سنه اولى اكثر جديه من سنه خامسه. يعني اعمل تنبؤ، روح يعني انحاز لمجموعه. اوكي؟ انه there are differences between boys and girls، هذا تنبؤ. او there are no differences، هذا برضه تنبؤ. اوكي؟ بعمل تنبؤ اما في هناك فروق او لا يوجد فروق، واخر شيء ستيت ذا بارتيسيبنت اند سايت الفرضيه، معنى بارتيسيبنت اند سايت اعمل اشاره للمشاركين والمكان الموجودين فيه. لا يوجد فروق بين الطلاب والطالبات في امتحان البايوستات في كليه التمريض في الجامعه العربيه الامريكيه. هاي الفرضيه. أنا شفت رضيت، ما فيش فرق. أوكي؟ ففي الفرضية بدك تجيب المتغيرات وتجيب الجروبس واعمل إشارة لمين؟ للعينة والمكان. يعني بجوز تجيكم عبارة site is not important in building hypothesis. Site is not important in building hypothesis in building hypothesis. أكيد خطأ، لازم نذكر السايت. شو المقصود هون في السايت؟ الموقع. شو بتدرسها؟ أوكي؟ وأنت حاسوب؟ هلا في عندنا أنواع الفرضيات، في عندنا ثلاث أنواع للفرضيات، أول شيء نل هايبوثيسيس، ما معنى كلمة نل؟ إيش؟ العدم هذا ايش؟ هي فرضية العدم. الصفريه، زيرو. نل معناه زيرو هايبوثيسيس، النل هايبوثيسيس هي ايش؟ يعني الفرضيه الصفريه. في الفرضيه الصفريه اهم ميزه فيها اي تغيير في قيمه المتغير المستقل لن تؤثر على قيمه المتغير التابع. مهما عملت بالمستقل يبقى التابع ايش؟ ثابت. وشو حاطط لك؟ No change in the value of the dependent variable. ما في تغيير، اوكي، ليه سميها صفرية؟ احنا شو بنقول؟ إذا حصل تغيير في قيمة المتغير المستقل سيؤدي إلى إيش؟ إلى تغيير في قيمة المتغير التام. لكن في الفرضية الصفرية لا، أي تغيير في قيمة المتغير المستقل لن تؤثر على قيمة المتغير.
وبالتالي هذه احد الامثله على ذلك. شوف المثال اللي معطينا اياه. There will be no significant difference. انت بتفترض انه فيش فرق. No significant difference in the test score between 50 grade boys and girls. Okay. لما تقول فيش فوارق بين الاولاد والبنات في امتحان الصف الخامس المات. فدائما الفرضيه الصفريه شو بنفترض؟ There are no differences. وما فيش تغيير في قيمه المتغير ايش؟ التابع. التابع ثابت. عشان هيك سماها زيرو او نل هايبوتس. هاي الفرضيه الاولى. الفرضيه الثانيه دايركشنال الترناتيف. النظريه الاتجاهيه البديله. هون اكيد في دايركشن. هون اكيد في تغيير، واكيد انت هون بدك تفترض انه الافتراض هل هو لصالح الطالبات او صالح الطلاب؟ يعني في تغيير ولصالح مجموعه. انا شو بقول؟ girls will score more than boys in the bio stat exam in nursing department او nursing faculty at AAUB. انا شو افترض مين راح يجيب العلامات الاعلى؟ طالبات. لانه directional والternative. فهون انت بتفترض انه مجموعه راح تجيب اكثر، وانت عارف انه التغيير راح يكون لصالح هذه المجموعه. فاحنا بنفترض اوكي في الالترناتيف دايركشنال انه في دايركشن، في تشينج، والتغيير واضح لصالح مين. فانت بتفترض انه التغيير لصالح مجموعه ما. اوكي. هلا نن دايركشنال. في النن دايركشنال شو ميزه النن دايركشنال يا جماعه؟ منصور شو رأيك؟ أبو الروب شو رأيك؟ أكيد أكيد في تشينج، بس ما بنعرفش لصالح مين. لا لا انسى من النتائج. تشينج، there is change but in which direction we don't know. ممكن يكون لصالح الأولاد أو صالح البنات أو لصالح طب الأسنان أو ما بنعرف. اوكي. لاحظ في النال المتغير التابع ثابت، وبالتالي بنقول there are no differences. خلص ولا لا. في الالترناتيف دايركشنال في تشينج ولصالح مجموعه ما حددناه. في النان دايركشنال في تشينج بس ما بنعرف لصالح. تمام هذا الدليل. اوكي يا جماعه. هسا نيجي للكواليتيتيف بير ستمنت الريسيرش كويشن. هسا لما نقول كواليتيتيف في شغلتين مهمات على الكواليتيتيف. شو اسمك؟ محمد. في شغلتين مهمات على الكواليتيتيف، شو هم؟ لما تقول كواليتيتيف ديزاين، البحث الكمي الكيفي او النوعي، في شغلتين مهمات عنه، شو هم؟ بشكل عام لما تقول كواليتيتيف شو يعني؟ بنبحث في ايش في الكواليتيتيف؟ ايش؟ ايش؟ سامع وضحي شوي. حرام عليك الكواليتيتيف متغيرات يا جماعه. معقول متغيرات؟ وين بكون المتغيرات؟ البحث الكمي. البحث الكمي ظاهره. يس يس ظاهره. ماذا يقابل المتغيرات في البحث النوعي؟ الظاهره. It is all about phenomena. Yes. وشو الميزة الثانية في النوعي غير الظاهرة؟ شو طبيعته؟ Yes. ما في ثابت في البحث النوعي. لا الأسئلة ولا الفرضيات ولا الآجر. لما نروح نقابل ناس في الميدان يس ممكن نغير كل شيء. هذول شغلتين ضروريات نتذكرهم عن إيش؟ عن البحث عن البحث النوعي. إنه في هناك إنه أول شيء It is all about central phenomena. والشغل الثاني انه ايش؟ changing. لو قال لك الكواليتيتيف ديزاين از فليكسيبل، صح ولا غلط؟ الكواليتيتيف اكيد ترو فليكسيبل، مرن بتغير بتعدل ربما مثل ما بدك من هذا الشيء. هسا في شويه فوارق بين البحث الكمي والنوعي، اقرا لي هنا منصور.
differences between quantitative and qualitative. بلى مباشرة 100%. مين الكلوز اندد؟ الكواليتي الكوانتيتي. مين اوبن اندد؟ الكواليتي. يس، كل شيء مرتبط في البحث الكمي كلوز اندد، كل شيء مرتبط في البحث النوعي ايش؟ اوبن اند. يس كوز افكت. يس ديسكريبتيف، وصف. وات لما تقول انت كوز افكت يعني الاسباب والتاثيرات، شو بنستخدم اشاره السؤال هون؟ واي. هناك شو بنستخدم للديسكريبتيف؟ وات. طيب كوز افكت كيف نربطهم مع المتغيرات؟ يس 100%. الكوز مستقل والافكت ايش؟ تابع. الافكت از اسوسييتد وذ اندبندنت فاريبل. ترو ولا فولس؟ فولس فولس. اما الكواليتي دي كله ديسكريبتيف، ظاهره بالبصر. او بدي افهم. يس نمبر 3 يوز ايش؟ يوز اوف ثيوريز. اوف ثيوريز يس. انتربريتيف تفسيري. طيب في اليوزنج ثيوري، هلا الثيوري موجوده في الكمي والنوعي، صح ولا غلط؟ اكيد صح. طب شو الفرق بين الكمي والنوعي فيما يتعلق بالثيوري؟ وات از ذا مين ديفرنس؟ كنا الثيوري في الكمي شو بنستخدمها لايش؟ او شو بنعمل فيها؟ تيستين ثيوري، اختبار النظري، حتى نشوف بتساعدنا في فهم النتائج ولا لا. طب في النوعي ماذا يقابل تيستينج ثيوري؟ جينيريتنج. معنى جينيريتنج توليد نظريه جديده. يعني ممكن في البحث النوعي وانت في الميدان تطلع بنظريه جديده، اما في البحث الكمي النظريه موجوده بس بشوف هل بتساعدني في فهم النتائج الاحصائيه اللي طلعوا معي هنا. اوكي؟ فتيستينج ثيوري هي في الكوانتيتي، جنريتنج ثيوري في الكواليتي. اوكي يس نمبر 3 ايش؟ وين هو انتربريتيف كواليتيف؟ يس ما خلاص هذا وضحناه. يس عاده الديسكريبتيف، الديسكريبتيف والانتربريتيف وين بكون اكثر؟ في الكواليتي. عشان هيك بنحط اشاره السؤال ايش؟ وقت. تيستينج ثيوري في الكمي، جينيريتنج ثيوري في النوع. شوفينا الفرق الثالث. اسس ذا ديفرنسز اند ماجنيتيود. معنى ماجنيتيود، معنى الماجنيتيود يعني قديش. طب ليش هذا اعتبرها كمي؟ اسسينج ديفرنسز اند الماجنيتيود. لما تقول الفوائد شو لازم نستخدم ايش هون؟ لما بدك تقارن بين الناس شو بتستخدم؟ ايش؟ شو بنستخدم الاداه المقارنه؟ شو يعني؟ الارقام. لما تقول قديش وشو الفرق معناه بدنا نجيب لغه الارقام، اذا شو بصير هذه؟ كمي ولا نوعي؟ اكيد كمي. اوكي okay. اما هناك ايش؟ وي اندرستاند ذا فيوز اوف بيبل، اللي بدنا نقابلهم وجهات نظر الناس اللي احنا ايش؟ اللي احنا قابلناهم يعني بشكل او باخر. يس بروسيس اورينتد، بينما في الكوانتيتيف هي ايش؟ هي الكواليتيتيف بروس، يعني بناخذ العمليه ككل في الكواليتيتيف. طب بالكوانتيتيف وين بكون التركيز؟ في النوعي وي فوكس اون ذا هول بروسيس لانه وصفي وتفسيري. طب في الكمي وين بنركز يا دعاء؟ ايه
على يس فاينل ريزلت تربل الريزلت، لانه كمي ارقام على الريزلت. وين التركيز هو؟ العزوم فاهمين يا جماعه ولا لا؟ دكتور. متأكد انك فاهمين؟ انت على فكره ما ظبطتيش لانك بتدرس كثير. انا والله ما بدرس كثير، انا بس بتبع معك، بطلع على شعري اني شاطرة. ان شاء الله ان شاء الله، انا متاكد كلكم راح تظبطوا. فاحنا وصلنا، احنا انهينا، احنا وصلنا للفوارق بين البحث الكمي والنوعي. إيه تقريبا احنا وصلنا هون برضو، قعدنا يعني الفوكس على البحث النوعي، انه دائما السنترال فينومينا والايمرجنج ديزاين. في شويه فوارق، في شويه فوارق هيها في الدياجرامز هذول، اللي هي سلايد رقمها قديش هذه؟ رقمها 53. هذا ان شاء الله يعني هذا الشابتر بحاول نخلصه ان شاء الله وين، يوم الثلاثاء القادم. شابتر اربعه مهم للفاينل، دير بالكم يا جماعه. شابتر اربعه، لا مو الفاينل راح تقدموه ايش؟ مره واحده بتعرفوا مش مجزأ. شابتر أربعة مهم للفاينل. إيه؟ لا مو الجامعة، مش إحنا مش قرار، ما قرار الجامعة هذا بالاتفاق يعني مع الطلاب وإشي. في عندنا فيرست وسكند على أساس مادة المين ولا لا؟ بضل عندنا الامتحان النهائي، الطلاب بدهم يقدموا طبعا، هو راح يقدموه برضه إيش؟ هي أونلاين طبعا المادة كلها أونلاين. إيش؟ الجامعة طبعا أحسن، ما هي يعني هي شو ولا لا؟ قد ما تقدموا في بدك تقدموا في الجامعة. بس كله أونلاين. والمنطق انه قدموا في الجامعه، هيك هيك التوقع. ما بعرفش الساعات احنا على كل في اي سؤال يا جماعه الموجودين معي على زوم؟ في اي سؤال؟ تستطيعوا تطلعوا، يلا يعطيكم العافيه. السلام عليكم.